علاقتي بالوالد والكتب المتواجدة بالبيت كانت تقريبا كلها مخطوطات، وعندنا بالبيت مصحف خط جدي، يعني بخط جميل، لأن كان جدي كان عدل ووالدي كان عدل كذلك، فالدار دائما تقول بالوثائق مكتوبة بخط اليد، فاستهوتني منذ الصغر العلاقة الخط بالوثائق القديمة بأشياء تبينة لا تمسها لا تلعب بها، فصارت عندي الشيء المحظور يعني مرغوب، فصار لي لابد أخذ أسرق منها بعض الأشياء. نعم، والآن سرقتها كاملة وحطيتها وحطيتها على حتى لوحات، هناك لوحات حفر اشتغلت على مخطوطات يدوية قديمة. أيوه حلو. في سنة 88 هذه محطة الحفر محطة أساسية بتجربتك أنت؟ أكيد، هي كل حياتي الفنية، لأن تعرفت على الخط في سنة 1980 على يد أستاذي محمد عمر خليل بمرسم الحفر هنا بالمنتدى، وبعدين تطورت مع أساتذة آخرين، مع جون بيير تانغي من فرنسا، بالمكسيك، باكو أغيلار من إسبانيا، عدد من الفنانين، يعني كل سنة تشتغل وتأخذ تقنيات جديدة، فصار الحفر عندي مثل المختبر، أسيد أيوة. وتجربة ألوان وورق، وهذا نوع فلاني الكيمياء إلى أيوة. إلى المختبر. نعم. إلى مختبر الحفر. نعم. واللحظات التي أكون في إنجاز لوحة الحفر وإجراء التجارب الألوان هي لحظات ممتعة، وأهم شيء أن اللوحة رقم واحد تبقى ديما في مجموعتي، حتى الأخرى لو أهديت أو بيعت يعني ما كيبقاش فيك الحل. محتفظ بكل الأسئلة تقريبا كلهم.